في البداية أنا عايز أروح لتقرير صوتي عن الأهلي، هو الترند، نعرف فيه البرنامج بشكل أكبر ونرجع نواصل. يلا بينا. على مدار التاريخ ومنذ إنشائه كان الأهلي سباقا في التواصل مع جماهيره، تلك الجماهير التي هي مصدر القوة الأول للنادي والعامل الأول في بطولات النادي التي توجته ملكا للأندية المصرية والإفريقية. على مستوى الصحافة الورقية كان هناك تنافس شديد لدى كل الصحف لمتابعة أخبار النادي الأهلي لما يتمتع به من جماهيرية كبيرة في القطر المصري، لذلك كان الأهلي دائما ما يتصدر الصفحات الأولى وصفحات الرياضة في الصحف المصرية. وبلغة العصر الحالي كان الأهلي هو الترند الأول بأخباره وإنجازاته، واهتم الأهلي بإصدار مجلته الخاصة مبكرا. وإذا الإصدار الحالي قد صدر في عام 1974، إلا أن هناك مفاجأة كشفت عن أن الأهلي أصدر أول مجلة له عام 1933، وكانت مجلة الأهلي شاهدة على إنجازات كثيرة للنادي منذ صدورها حتى وقتنا الحالي، وكانت شاهدة على التتويج التاريخي بنادي القرن عام 2001. ومع بداية الألفية الجديدة ودخول ثورة الإنترنت في مصر، أسرع الأهلي بتدشين موقعه الإلكتروني ثم منصاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء قناته الخاصة في عام 2008. ومع كل الإحصائيات الرسمية التي تصدر من الشركات المتخصصة ومواقع التواصل الاجتماعي، دائما الأهلي يأتي في المرتبة الأولى من حيث المتابعة، ودائما يكون الرهان من المواقع الإلكترونية والصفحات الرياضية على الأهلي ليضمن التسويق المناسب لاسمه. وتتصدر منصات النادي الأهلي في الوقت الحالي قائمة الأعلى متابعة على مستوى مصر وإفريقيا بأكثر من 27 مليون متابع، وأصبح الأهلي يسبق العديد من الأندية العالمية بفضل شعبيته في مصر والوطن العربي وإفريقيا بل والعالم بأسره. فإذا كان الأهلي هو نادي القرن وملك إفريقيا، فهو بجماهيره الترند الأول في كل زمان ومكان وعلى كل المستويات، أخلاقياً ورياضياً وإعلامياً وتسويقياً.